إذا حول موضوع هذا المقال نرحب عبر الهاتف بكاتب المقال جهاد المنسي. أهلا بك سيد جهاد في أخبار السابعة. بداية يعني ومنذ أيام ارتقى سامر أبو دقة وأصيب وائل الدحدوح أيضا وقبلهم الكثير، وأصبح واضح للملأ بأن هناك حملة ممنهجة لاستهداف الصحفيين. لماذا برأيك هذه الحملة، وهل صوت الحق مؤلم لهذه الدرجة؟ صباح الخير، شكرا. أنا أعتقد أن هذه حملة واضح تماما أنها تستهدف الصحفيين. هذه حملة إسرائيل بشكل عام هي لا تعرف سوى القتل، وبالتالي استهداف الصحفيين هو استهداف لقتل الحقيقة أو التخلص من أكبر عدد ممكن من أولئك الذين قد ينقضوا حقيقة في يوم من الأيام. ما تقوم به إسرائيل أو ما قامت به أو ما ستقوم به لاحقا هو يعبر وبشكل كبير عن طريقة تفكير هذا الكيان الغاصب وطريقة التعامل مع الأمور ومدى حقد هذا الكيان على ما على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين الموجودين في القطاع، ولعل ما يقوم به في التعامل مع الأسرى أو مع الصحفيين أو بعض قطاع طبي او اي قطاع اخر يستهدف له هو اكبر دليل على ان هذا القطاع عندما يريد ان يقتل اكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني ويريد ان يتخلص من هذا الشعب بشكل كبير. نعم. الشيء الاساسي وعطفا على السؤال لماذا؟ لانها لا تريد ان يكون في هناك شاهد واضح وعلى حقيقه ما تقوم به وعلى إجرابها المستمر حتى هذه اللحظة. نعم، سؤال أنت طرحته في مقالك وقلت أيعقل أن تبقى إسرائيل تمارس ما يحلو لها من إبادة جماعية تحت نظر العالم؟ نعم. والجميع يقف مكتوف الأيدي، من الذي يمكن الآن فعله لإيقاف آلة القتل في قطاع غزة؟ نعم، فعل ما تقوم به الكيان وما يفعله واضح على الأرض، وهذا الصمت العربي يعني في نهاية المطاف لا أنا ولا أنت ولا أي حدا ممكن يتبلى على هذا الكيان. في هناك مشاهدات، في هناك صور تنقل، في هناك الكثير من القضايا التي تمكننا من التأكيد على أن هذا الكيان لا يسمع ولا يريد أن يسمع كل مناشدات العالم. صمت العالم فترة صحيح، ولكنه في الفترة الأخيرة صوتت مجلس الأمن بأغلبية كبيرة، لم يقف مع الكيان سوى 10 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول غير معروفة كثيرة في المنطقة، ومع ذلك ما زال إسرائيل تقتل، ما زال إسرائيل ترتكب المجازر، وبالتالي العالم فعلا ما زال يتفرج وما زال هذا الصمت مخيف الى هذا الحد الكبير. نعم، ونامل الا يبقى مكتوف الايدي ازاء كل نعم هذه الجرائم الاباده في قطاع غزه وكل هذه الوحشيه. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جهاد المنسي، شكرا جزيلا لك.